طيب يا بيجينيريك اصحى صحصح فوق احنا حاجه معاك يا طارق عايز فايت في نص ساعه نقدر نخلصه ايه سهل يجب كل رقم يعني يجب كل رقم وبيكمان سواء بيكمان في رقم يعني لا والله عادي طيب ما عشان كده كده مش عايز ليك الصح شدنا ما بتلعب تاني طيب ايه الجينيريك جريف؟ هتلاقي كده بقول لك ان الجينيريك كده كلمه كده معينه اسمها تايب بارامتر يعني في معظم الكتب كده كاتبه في الجينيريك كده حاجه اسمها تايب بارامتر طيب اذا كان الجينيريك طلعوه عشان يحلوا مشكله كانت موجوده فين؟ كوليشن احنا اتكلمنا فيها اول مشكله كانت عباره عن ايه؟ الفايت سيفتي وبوكس من جنب ايه؟ تمام؟ فدول طلعوا الجينيريك عشان يبداوا يحلوا المشكله ايه؟ المشكلة تمام؟ طيب حلوها ازاي؟ يعني مش طلعوا جينيريك طب ايه الوي تبعوها عشان يحلوا بيها ايه؟ الجينيريك او حلوا بيها اللي استعمل انت كنت بتيجي تقول له ايه؟ ما تيجي تعرف اري ليست كنت تقول له ايه؟ اري ليست بتساوي سيم ماي ليست بتساوي نيو طب مزعج كنت بعمل كوليكشن كده طب انا عايز اقول الاري ليست دي انت هتاخدي داتا تايب من نوع انتجر فما تعملش فقط غير من ايه؟ غير من انتجرز هنا بقى دور جينيريك فاول ما تشوف اي حاجه فيها اي براند الكوليكشن استخدمها عشان احل مشكله الاري اللي كان فيها تكتب فايل وما اقدرش ان اد وريموف تمام؟ ما جيت طلع الكوليكشن انا الدنيا برضه مشكله ان انا ما اقدرش ان بقعد كاست كتير وبقعد ان انا ابدا اعمل حته بوكسنج وان بوكسنج الحاجات دي تمام فطلع لي ايه؟ طلع لي جينيريك اول ما تشوف اي حاجه فيها الانج براك كده فدي عباره عن ايه؟ عباره عن جينيريك. اول ما تشوف اي حاجه فيها الانج براك كده فعباره عن جينيريك. طيب انا عايز اقول الاري ليست بتاعتي دي انت هتاخد يكون ليها هتتعلم حاجه من نوع انتجر. بس استخدم الفيشه بتاعت مين؟ بتاعت كوليكشن يعني اقدر اد وريموف بس حاجات فقط الايه؟ للانتجرز. فانت كل الحكايه دي بتقول له ايه؟ الاري ليست بتاعتك دي كده هذا كلاس ماي ليست برضو ولما عملت الوي بتاعتنا هنا كده هتيجي تقول له ايكوال نيو اري ليست اوف برضو ايه بس كده يبقى انت كده تايب بارامتر او تايب سيفتي انت كده حددت نوع ايه؟ نوع التايب بتاعك، نوع التايب انا حددته فوق نوع ايه؟ انت فالليست بتاعتك ما بتعملش غير حاجه من نوع ايه؟ من نوع انت. طيب البوكسنج اما تيجي تجد حاجه في انت عايز تحطها في سيف انتر لو جيت قلت له ماي ليست اوف مثلا او دوت جيت سي زيرو جيت دي هتبتدي مش اوبجكت بقى هتبدا تبني انتجر وتتاثر بكل حاجه من ايه؟ فانت مش عايز تعمل كاستنج او تبدا تعمل طلع داتا من ستاك تحطها في هيب او من هيب تحطها في ستاك تمام؟ فانا كده حليت ايه؟ المشكلتين دول لان بعد كده عملت تايب سيفتي انا بدات اقول الاريليس بتاعتك انت من نوع ايه؟ من نوع
انتر وبدات اقول سي برضو بحيث ان انا بجيت فلما جيت الداتا الداتا انا عايز عشان ابدا اخزنها في حاجه من نوع انتر. يعني كل الاختلاف بس اللي هي الانجل بريك. كل الاختلاف انجل بريك تمام؟ ايوه المنتجه اللي تحت فين؟ ايوه انت عليه هو دلوقتي انت مش انت قلت له ده عرفت انت عامل ايه؟ سير مخزن بس الاريس في يعني واحد اثنين ثلاثة ايا كان تمام؟ دلوقتي ما تيجي تقول له جيت انت دلوقتي قلت له الميكس بتاعتك من نوع ايه؟ فتيجي ما تيجي جيت فالريتيرن بتاعها من نوع انتر. كان الاول الريتيرن بتاعها من نوع ايه؟ اوبجيكت كانها كذا كديفولت اللي كنت بتضيف اوبجيكت انما دلوقتي ما هتضيف ايه؟ فانت كده دلوقتي حددت الاري ليست بتاعك ان هي تبدا تتعامل مع انتر. فدي اسمها ايه؟ جينيريكس. وهتشوف شكلها كتير جدا يعني هتشوف شكل الكبير ده كتير في جافا تمام؟ هتشوف شكل ده كتير في جافا. طيب تعال نبدا نبدا بالسلايد كده ده اللي ممكن احنا اتكلمنا فيه. طيب انا وطيراني اشتغل الدنيا نشوف الديكونس في الاري ليست والاري ليست والجينيريك. هو ده بس جينيريك؟ لا لا كده خلصنا؟ ايه؟ كده خلصنا؟ احنا كده بس عامل مساوي كده خلصنا. لا خلصت اي حاجه بقى ثانيه يعني مش شرط انتجر يعني مش شرط انتجر. بص شايف ايه قال لي اري ليست ايه؟ قال لي اري ليست عاديه جدا هسميها ماي ليست بتساوي نيو اري ليست تمام كده؟ وتعالى قول له ماي ليست دوت اد سي 5 تمام كده؟ طيب تعالى قول له كده سي انت ما عندكش غير عنصر واحد او وان اليمنت هو الماي ليست دي معنى كده الاندكس بتاعها زيرو. تعالى قول له انتجر مثلا نم كده بتساوي ماي ليست دوت جيت تمام. قول له مثلا جيت زيرو. تعالى شوف الايرور ايه بدأ يقول لنا incompatible types الداتا مش التايبس مش واحده اوبجكت كان نوت بي كونفيرت تو انتجر مش هتقدر تحول اوبجكت ليه انت فكنت لازم تيجي تعمل كاست ليه عشان بس كاست تقدر تحول ده انتجر تمام. فانت كده جبت داتا كانت موجوده في الهيب وحطها فين؟ في الاستاك تمام كده. دي الطريقه اللي هي عاديه يعني دي العادي يعني دلوقتي انا بدات احول ده از كوليكشن عادي خالص اديه في كوليكشن. فبدات احول كل حاجه موجوده عندي في الليست بتاعت التايب داتا. طيب انا عايز ديفينيتلي ابدا احدد ان الاري ليست ده حاجه من نوع انتجر فانت تيجي تقول له ايه؟ اري ليست عادي جدا اوف هتقول له ايه؟ انتجر هسميها مثلا انت ليست بتساوي نيو ادي الشكل بتاعه. تعال بص شباب دلوقتي كنت لما اجي اقول له هنا في اللي فوق كده دوت اد كان بيقول لك هضيف حاجه من نوع ايه؟ مش كنت قلت له 5. تعال هنا بقى اقول له كده انت ليست دوت اد قال لك بقى حاجه من نوع ايه؟ ليه عارف ان هي انتجر؟ ما دام انا حطيت له في التايب بارامتر هنا بتاع جينيك ليست ده اسمه تايب بارامتر حاجه انا حطيتها هنا من نوع انتجر فمجرد ما قلت له ايه انا قال لك انا هبدا اضيف حاجه من نوع ايه؟ هبدا اضيف حاجه من نوع انتجر. بعد كده كل الفانكشن بتاعه الاري ليست هتبدا تتعامل مع حاجات بس ايه؟ انتجر. فانت لو جيت قلت له دلوقتي انتجر كده فدلوقتي اضيف له سي بارت 5 وتعالى قول له مثلا انتجر نم 2 بتساوي ماي ليست دوت جيت قول له 0 تعالى قول له 0 ممكن استعمل السطر
ثواني يا باشا. ها الصفحه ده ماله؟ ده انا كنت بقى عايز اوضح لك الفرق بين الكوليكشن عادي والجينيريك. خلاص انا مش انت محتاج دول في حاجه، يعني مش انا محتاج التلات دول في حاجه خالص. ده لو انا عايز اتعامل مع تايب بارامتر فانا ايه؟ فانا استغنيت عن الحاجه اللي فوق دي بالحاجه دي. مش شوف شايف هنا انت لسه قلت له بتزيرو فخلاص هو عارف ان هي انت جافعه خلاص هحطها حاجه من نوع انتجر، مش هقدر اضيف فيها حاجه ثانيه غير انتجر. يعني قلت له انت ليست كده دوت اد هي خلاص مش هتاخد حاجه من انتجر، حتى لو ضفت فيها حاجه من سترينج فيبدا ايه يرفض لك ان انا مش هينفع اضيف حاجه من نوع ايه؟ سترينج. مش هقدر اضيف سترينج من حد، قلت له اصلا هبدا اضيف حاجه من نوع ايه؟ هبدا اضيف حاجه من نوع يعني في الحاله الثانيه هتبقى البيانات دي على طول في الستاك. خلاص لما دام انا قلت له كده حددت له فانا خلاص انا هي ستاك، ما دام قلت له انها انتجر فانا بخزن كل حاجه بجيبها من ستاك ما بجيبهاش من ريفرنس حاجه ثانيه. خلاص كده حددت مشكلتي ان انا اجيب حاجه من الهيب احطها فين؟ احطها في الستاك ومن الستاك احطها فين؟ احطها في انا بخزنها في الستاك على طول ايه؟ انا كده انت كده دايركت بتروح تقول انا هخزن كل حاجه بتاعتي في الستاك، فانت مش هتاخد الريفرنس اللي انا عملناه ده. والجنرال برضه ينفع تصرف معاه الجنرال اه انت ممكن تيجي الماب اهي تعالى عندك كان خدنا ليه هاش ماب تمام. بص وسام قال لك ايه انت بتاخد برضه ايه فوق، فتقدر تقول له ايه انا عايز لا يا عم انا عايز الكي بتاع ممنوع انتجر فقول له ايه وعايز الفاليو لا يا عم انا عايز ممنوع سترينج فقول له ممنوع سترينج. هتسميها ايه قول له مثلا هنسميها امبلي بتساوي نيو الهاش ماب بتاعتي تمام اللي هي انتجر وستور. في كورس اول ال حاجات ثانية برنا مين خالص فكده الكي بتاعك لازم يكون نوع ايه؟ من نوع انتجر والفاليو لازم يكون نوع ايه؟ بقى مكانش مفتوح خالص اوبجكت واوبجكت. فحاليا ما تيجي تقول له امبلويز دوت دوت قال لك الكي بتاعي من نوع ايه؟ انتجر فلازم ياخد مني حاجه من نوع انتجر وحط الفاليو بتاعتي من سي فلازم الكي بتاعته تكون 1 اند الفاليو تكون ايه؟ الفاليو تكون سترينج. فانا ببدا اقص الدنيا زي ما انا عايز او ابدا اشتغل على الجينيكس زي ما انا عايز. فببدا اقص او ابدا اتعامل بلاش قص ببدا اتعامل مع كل الكوليكشنز عامه از الجينيكس تمام؟ بس ده لو انا عايز ابدا اتعامل بمبدا الجينيكس او عايز اتعامل بمبدا تايب بارامترز. اطلع فوق شويه. بص انا عايز هيكون عندي كلاس اسمها ستودنت مثلا ايه فانا هقف على ماي باكج اقول نيو كلاس جافا كلاس اسميها ستودنت اه طبعا اقول له فينش تمام كده وهضيف في ده مثلا سي انتجر اي دي وي سترينج نيم واتفقنا ده يكون ايه برايفت اللي مش هيجي عامل لي كده ايه هنمده على الفلكة ما كنا بمدنا ده تمام انكابسوليت سهل يعني مش تعمل كده وتقول له رايت كليك انكابسوليت فيلدز وفاكتورز انكابسوليت تمام ايوه ريفاكتورز كونستراكتور اسهل من الاثنين تقول ستودنت لا مش هقول الكلام ده لا يا ريس انا تعمل لي كلاس بتاعتي انا ماليش دعوه انا هعمله في التاسك بس احنا عايزين الكلام مهم ماشي يا ريس ده مهم على فكره خمس يونت اهو عمل لك الكونستراكتور الثاني ما تعمل اي حاجه ثاني تمام
build class of D. انا عايز بقى اعمل list of student. عايز اعمل list of ايه؟ student. فدي تقول له مثلا ايه؟ انا هعمل اهو array list of student. هسميها students. بتساوي نيو. يا عم فكده اوني ان الليكس بتاعي تاخد منها من ايه؟ اوبجكت كامل. يعني في ثلاث حاجات او في حاجتين، في نيم وفي في نيم وفي اي دي. فتيجي بقى تقول له ايه؟ لازم تعرف اوبجكت من نوع ايه؟ ستيودنت اس تي بتساوي نيو ايه؟ نيو ستيودنت. عايز تستخدم الجيتا والشيتر اوكي، عايز تستخدم الكونستراكتور اوكي، تقول له سي واحد وبعد كده اللي هتقول له ايه؟ students dot قال لك انا بضيف حاجه من نوع ايه؟ student as object. طب مين الاوبجكت بتاعي؟ طب ما انت كده مش مهندس عامل الاوبجكت. لا انا كده لما اقول لك لسه في بقى اقول لك صم السالري وصم برايس وكاونت والحاجات دي. انت ضفت اوبجكت كامل عليه، يعني ضفت اوبجكت كامل باي دي بنيم جوه الاريو اوف ليست. يا جماعه انا قلت بدي نفسي اوبشن، ما تحاولش تعمل ريستريكشن على نفسك ان هو بس هستخدم الكونستراكت بس. انت ممكن تعمل كلاس ريد، عايز يا عم عايز اعمل اي دي ريد اونلي، مش عايز حد يسيب اي دي. فانا ممكن ارجع للسيتر ما عملتها عشان بس ما اعرفش، مش هقدر ان انا اسيب اي دي اضيفه بس من الكونستراكت ما اضيفوش من السيتر والجيت. فبتدي نفسك الابيلتي ان انت تقدر عندك اوبشن كتير بتستخدم ايه؟ هبدا تمام. طيب مشكلتي دلوقتي في عمليه الطباعه، هتطبع الستيتمنت ازاي؟ هتيجي تقول له فور تمام اتش على ستيودنت فين؟ في ستيودنت. ستيودنت ده از كلاس اوبجكت. هتيجي تقول اس تي اوت، هتقول له ستيودنت. تعالى عني كده هقول لك ايه ده ديفولت، طلع لك اسم كلاس. لا فانت عشان تطبع كده تقول له دوت ايه؟ دوت جيت سي نيم بلس دوت جيت اي دي تمام. فجيب لك ايه؟ سي مصطفى عندي كاسم كلاس. ما التاسك نفس ان الكونسل انا هتعمل ده، هعمل كلاس وكلاس اعرف فيها شويه اتريبيوتس تمام عشان اقدر اعمل التاسك بتاعي. وانا اعمل كام كلاس كده جنبها؟ انا مش هعمل كام كلاس، هي كلاس واحده. واو ايه؟ لا يا ريس ما انت عارف ايه؟ نشوف الاختراعات الجديده.